كيتك بقيت في النظر، كيت رفعت بسم الله الأمر والحمد لله والقوة. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن نشوف الآيات اللي نوينا نتحفكم بها للإفادة. ماذا يقول ربنا؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وتعرضنا لهذه الآية الكريمة منذ أمد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني يا ربي ما تجمش تغيب عنه ولو لحظة، لا ذرات ولا خلاياك ولا الأنسجة متاعك ولا الأعضاء متاعك ولا روحك ولا نفسك ولا عقلك، تقول واحد منهم جزئيا أو كليا بعيد عن الله. لا، ربي خاطر كلك وهو أصدق القائلين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وين هاي؟ أين تذهبون؟ وين ماشي؟ في بالك ممكن تسجل؟ بالله العظيم أجزاء ذرات بدن، ما نقولش أجزاء روحك ولا عقلك، هي في قبضة الرحمن، وهو يعلم بأحوالها، وهو السبب في وجودها، وهو العارف بتقلباتها. نعود بفضل الله تعالى.